حرص النبي عليه الصلاة والسلام على حماية جناب التوحيد، ذلك الحرص قد لا يفيد عند البعض وقد لا ينتفع به. فمع هذه التحذيرات يقع الشرك من بعض هذه الأمة، وقد يعترض على هذا بأن الشرك لن يقع من هذه الأمة أبدا، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، لكن في التحريش بينهم. فهذا الحديث يفيد أن الشرك لا يمكن أن يقع في جزيرة العرب، وهذا يتعارض مع ما ذكر هنا، وذلك لأن الإسلام إنما انطلق من ماذا؟ من جزيرة العرب. فما هو توجيه هذا الحديث؟ توجيه هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عما وقع في نفس الشيطان لما رأى أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وقع في نفسه اليأس من أن يعبد غير الله عز وجل في هذه الجزيرة، وليس فيه إقرار منه عليه الصلاة والسلام لما وقع في نفس الشيطان.